اهلا بيك. النهارده هنتكلم عن الجوجل ادوردز، ودي حاجه مهمه جدا في التسويق الالكتروني. الاول اقدم لكم نفسي، معكم ياسر من اكسباند كارت، المدير التنفيذي لشركه اكسباند كارت. وزي ما قلنا النهارده هنتكلم عن حاجه بمنتهى الاهميه، حاجه كلنا المفروض نكون اي حد ناوي يدخل التجاره الالكترونيه او ناوي يدخل التسويق الالكتروني لازم يعرف عنها كتير ولازم يبتدي يستخدمها، وهي الجوجل ادوردز. الجوجل ادوردز ببساطه هي البرنامج اللي عاملاه جوجل اللي مسؤول عن انك لو حابب تظهر فيه كلمات بحث معينه فبتدفع لجوجل مبلغ معين مقابل الظهور في الكلمات دي، وبالتالي اظهر في النتيجه الاولى او النتائج الاولى في البحث على كلمات دلاليه معينه او كيوردز معينه اللي انا مختارها اللي هي ليها علاقه بالبزنس بتاعي، فانا بالتالي قدرت ان انا اظهر في الكلمات البحث دي. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي نقدر نظهر في الكلام دوت وايه اهميه الجوجل ادوردز بشكل عام. بمنتهى البساطه وبناء على تجربتي الشخصيه وبناء على تجارب ناس كتير جدا اللي خاضوا تجارب كتيره في التجاره الالكترونيه وقدروا يحققوا بعض النجاحات، تمام، جوجل ادوردز هي الافضل او من افضل المنصات الاعلانيه ان لم تكن الافضل على الاطلاق، تمام. ايه السبب دوت؟ سبب ببساطه، سبب واضح جدا، ان انت عن طريق جوجل ادوردز تقدر بسرعه جدا والتكلفه نوعا ما تكلفة معقولة جدا انك توصل للناس اللي بتبحث عن المنتج او الخدمة او الشيء اللي بيعرضه الموقع او المتجر الالكتروني بتاعك. وده طبعا بابسط منطق بيأكد ان في الغالب فرصة ان الناس دي تهتم وتشتري او تتفاعل مع الموقع بتاعك بتكون اكبر بكتير من الناس اللي بتشوف ليك اعلان في موقع او اي حاجة من الحاجات الاعلانات اللي احنا بنشوفها، ده شخص بيدور على المنتج، تمام. وطبعا في الحاجه الثانيه هي النتائج الطبيعيه اللي هي بتظهر زي كده، دي بقى النتائج اللي بيظهرها جوجل بنفسه، يعني ما هياش مدفوعه اللي ما عليهاش علامه الاد، تمام. دي بتتعمل بطريقه ثانيه اللي هي الاس اي او، بس هي طريقه اصعب كتير، بتاخد وقت اطول بكتير. ففي البدايه وكمان في مع مرور الوقت وكبر حجم شغلك مش هتوقف ابدا الادوردز لانها هتفضل مهمه وهيفضل ليها فوائد كتير. فاحنا النهارده هنشرحها وببساطه وبشكل عملي، هنعمل تجربه عمليه على موقع وهنبتدي نعمل كامبين جوجل ادوردز من الالف الى الياء بشكل احترافي، وهنقول كل الحاجات اللي انت المفروض تاخد بالك منها. فيلا بينا نبتدي، بس قبل ما نبتدي هنقول بعض المعلومات الهامه اللي لازم تعرفها الاول عن شكل الاعلان في جوجل ادوردز او المصطلحات، خلينا نقول المصطلحات المهمة انك تكون عارفها عن جوجل ادوردز، ونشرح ازاي اصلا جوجل ادوردز بتظهر الاعلانات دي وبتشتغل ازاي. في كذا عامل بتحدد على اساسه جوجل ان هتظهر الاعلان الفلاني قبل الاعلان الفلاني. الموضوع ببساطه بيشتغل بفكره اللذات، بمعنى ان هنفترض ان شركه اكس وشركه واي عاملين اعلان على نفس الكلمه على نفس الكيورد، ولتكن مثلا كلمه الكيوردز عندنا هي مثلا لابتوب، مثلا لابتوبس. نفترض ان دول متجرين على الانترنت والاثنين بيبيعوا لابتوبس، والاثنين دخلوا عملوا اعلان او عملوا كامبين او حملة تسويقيه على جوجل ادوردز عشان يظهروا في النتائج البحث الاولى لما حد يدور على كلمه لابتوبس مثلا من الدوله اللي هي مثلا ولتكن في المثال بتاعنا ده نقول مثلا السعوديه. طيب دول الاثنين دول حاطين نفس الكلمه، طيب لما يكتب حد لابتوبس مين فيهم هيظهر ومين فيهم مش هيظهر، ومين هيظهر فوق في النتيجه الاولى ومين هيظهر في النتيجه الثانيه، ومين هيظهر في النتائج اللي تحت ومين هيظهر في النتائج اللي على اليمين. طبعا احنا في المثال ده مفترضين هم اثنين، لكن هو في العادي بيكونوا 100 او 200 او 200,000. فطبعا في لازم طريقه معينه جوجل على اساسها بتحسب او بتحدد مين هيظهر قبل ايه. اول حاجه اساسيه موجوده حاجه اسمها البيدنج او البيتس اللي هي المزادات، ممكن نسميها مزاد. يعني انا لما بحط اعلان على جوجل بحط بقول انا مستعد ادفع في الكليك، او يعني كل ما حد يضغط على الاعلان بتاعي في جوجل لما حد يكتب الكلمه دي انا مستعد ادفع لغايه وليكن نص دولار مثلا. ده مثلا شركه اكس. طيب شركه واي قال لا انا مستعد ادفع دولار كامل علشان اظهر في الكيورد دي. ده اول عامل اللي هو البيدنج.
ببساطة شديدة جدا، لو افترضنا ان كل شيء زي ما هو، فشركة واي هتظهر في نتيجة بحث قبل شركة اكس، واذا ما كانش فيه نتائج بحث كافية تظهر للشركتين ففي الغالب شركة واي بس هي اللي هتظهر وشركة اكس مش هتظهر في كل مرات، لازم نحدد دي، في كل مرات البحث. يعني ببساطة العامل الاول هو البدين، ان انا الرقم اللي انا مستعد ادفعه في الكليك، والكلام ده هنشوف هنطبقه عملي فما تقلقش، بس خد بس معايا الفكرة الرئيسية. تمام كده، دي أول حاجة ودي الفكرة الأولانية. طيب إيه تاني اللي بيتحدد على أساسه الموضوع ده؟ العامل التاني المهم حاجة اسمها الكواليتي سكور. الكواليتي سكور دي هي ببساطة إن جوجل عشان هو لازم يضمن لمتصفحي ظهور نتائج بحث جيدة ومنطقية وليها علاقة كبيرة بالكلمات اللي تم البحث عنها بالفعل حتى ولو كانت مدفوعة، ده من السياسات بتاعة جوجل. فعشان كده يعني انا ما ينفعش يبقى عندي مثلا اعمل بحث عن لابتوبس والموقع بتاعي ما فيهوش لابتوبس، مش هزم كده هاخد كواليتي سكور قليل. تعالوا نشرح بسرعة الكواليتي سكور دي عبارة عن ايه. هي ببساطة العلاقة ما بين الإعلان بتاعي، الكلام اللي موجود في الإعلان، تمام، والكلمات اللي أنا مختارها، الكلمات الدليلية بتاعتي، والصفحة اللي هيوصل ليها الإعلان اللي بيسموها اللاندنج بيج، يعني الصفحة اللي لما العميل هيضغط على الرابط بتاع الإعلان بتاعي ده هيشوفها، فدي اسمها اللاندنج بيج. في علاقة بتكون ما بين الكلام دوت، علاقة بمعنى إيه؟ لو أنا مثلا الإعلان بتاعي في العنوان بتاعه كلمة لابتوبس، يبقى أنا كده حققت الحتة الأولانية، الإعلان نفسه متفق مع الكلمات الدليلية. طيب والحاجة التانية إن الصفحة بتاعتي نفسها يكون فيها كلمة لابتوبس بشكل واضح. يعني ايه بشكل واضح؟ يعني في التايتل، يعني عنوان الصفحة نفسه نفس عنوان الكلمة الدليلية. كده انا اقدر احقق كواليتي سكور عالي. الكواليتي سكور بيكون رقم من 0 لـ10، يعني بتاخد رقم من 0 لـ10، لو هو فوق 5 يبقى انت كويس، اقل من 5 يبقى مش كويس، فاحنا دايما عايزين يكون فوق 5. ده ببساطة الكواليتي سكور. طب ايه اللي بيتم؟ في طبعا بعض العوامل الاخرى بس احنا هنكتفي بدول، لان دول المهمين ودول اللي انت لازم تعرفهم، ويكفي يكفيك انك تبقى عارف دول بس وتنجح في تحقيق كواليتي سكور والبيدز. فجوجل على اساس الاثنين العاملين دول بتحدد تظهر الاعلان بتاعك او المرتبه وعدد مرات الظهور اللي بيظهر فيها الاعلان بتاعك. فلو احنا مثلا شركه اكس كان عامل بيد، فاكرين المزاد ده هو قال احنا قلنا شركه واي كانت عامله انها تدفع دولار بس، وشركه اكس كانت عامله انها تدفع نص دولار. لو شركة واي عنده كواليتي سكور 9 وشركة اكس عنده كواليتي سكور 5 4، فغالبا شركة اكس هتظهر اللي هي عاملة بيتزا. يعني لو انت عندك كواليتي سكور عالي جدا وعامل بيتز قليلة من المزاد بتاعك، يعني العطا بتاعك صغير على الكليك، تمام، برضو ممكن تظهر في نتائج بحث عالية او تظهر اعلى من اللي عامل بيت كبير كمان، لان انت عندك كواليتي سكور عالي. الصفحة بتاعتك دي او الاعلان بتاعك ده مرتبط ببعضه بشكل جيد، فدي الكواليتي سكور. الحاجه الاخيره اللي برضه ليها علاقه بنقدر نقول بقى مش بالرانك او بظهور الاعلان بتاعك، بعدد مرات الظهور او بحجم الظهور بتاع الاعلان بتاعك، هي البادجت او الميزانيه اليوميه بتاعتك بتاعت حمله الدعايه بتاعتك. الديلي بادجت او ميزانيه حمله الدعايه، لو حاطط 10 دولار في اليوم مثلا هيبقى عدد مرات ظهور اعلانك هتكون اقل من لو حاطط 20، وهيكون وهكذا، ولو حطينا 30 او 50 في اليوم، تمام، كل ده في اليوم، تمام، ايا كان الرقم انت ممكن تحط اي رقم طبعا، تمام، بس كل ما بتزيد البادجت بتاعتك اليوميه كل ما حجم ظهور اعلانك على الكلمات البحث اللي انت مختارها بيزيد وبيكبر. حجم الظهور مش الرانك هنا،
تمام، تفرق. عدد المرات بتاعة الظهور بتاعك بتبقى أكتر بكتير كل ما هنزود البادجت. وإحنا هنشرح دلوقتي بشكل عام زي ما قلنا الكامبين، وهنقول تبدأ ببادجت كام وهنقول كل شيء. طيب كده إحنا خلصنا القواعد الأساسية بتاعة جوجل أدوردز، بس هنضيف بس حاجة تانية. يعني جوجل أدوردز هي ببساطة شديدة جدا كل ما لو عامل كامبين مظبوطة وعندك العوامل الجذب الكافية في الموقع أو المتجر بتاعك، فببساطة شديدة جدا كل ما بتزود تدي جوجل فلوس اكتر كل ما هيجي لك عملاء اكتر. هي الموضوع بمنتهى البساطه دي عن تجاربي الشخصيه وعن تجارب كتير جدا من الانترنت ماركتر. ان جوجل ادوردز من الحاجات اللي افكتيف وقويه جدا جدا جدا، فانا بننصح بانك تستخدمها بس بشكل مظبوط، وده اللي هنشرحه دلوقتي. يلا بينا بقى نروح على اللابتوب ونشوف ازاي ننفذ الكامبين بشكل عملي. نبدأ بقى ونشوف ازاي نقدر نعمل الحملة التسويقية الاولانية بتاعتنا على جوجل ادوردز. تمام، وده الموقع اللي احنا ده موقع احد العملاء في اكسباند كارت، مختص في بيع الجوالات وملحقاتها. تمام، واحنا هنبدأ نعمل حملة الاعلانات بتاعتنا دي على الموقع ده ونشوف ازاي ممكن ننفذ الكلام ده بسهولة جدا. طيب عشان تعمل حملة دعائية على جوجل ادوردز، اول حاجة بتحتاج تعملها انك بتفتح اكاونت على جوجل ادوردز. تمام، اكاونت بالجيميل بتاعك، ما بتحتاجش فيه اي فلوس او اي شيء في البداية يعني. تمام، فعشان تعمل ده بتكتب بس على جوجل ادوردز، او تكتب كلمة ادوردز بس. وهتلاقي في نتائج البحث جوجل ادوردز، فبتضغط عليها وبتدور على الزر الخاص بالساين اب او تسجيل الدخول او تسجيل حساب جديد. وزي ما قلنا لو عندك جيميل هيتعمل الحساب على الاكونت بتاع الجيميل العادي بتاعك. بعد ما بتفتح الاكونت ده بيكون طبعا ده اكونت فيه بعض الاعلانات الشغاله بالفعل، فعشان كده فيه بعض البيانات، لكن انت اول ما تفتح الاكونت مش هتلاقي فيه كل الحاجات دي. فاحنا يلا بينا نبدا ونشوف ازاي هنعمل الكامبين الاولانيه بتاعتنا. بنضغط على زر الكامبين ونختار نوع الكامبين بتاعنا. تمام، ده ان احنا كده هنعمل كامبين جديده. فزي ما احنا شايفين هنلاقي فيه 1 2 3 4 5 انواع او 6 انواع من الكامبينز اللي بتوفرها جوجل ادوردز. تمام، السيرش نتورك احنا هنقول الحاجات المهمه او الاكثر شيوعا والاكثر استخداما والافضل بشكل عام. هي اول حاجه السيرش نتورك والديسبلاي سيلكت، دي معناها الظهور في محرك في نتائج البحث اللي احنا شفناها بتاعه جوجل اللي هو المثال اللي احنا شفناه، زائد كمان ان الاعلان بتاعك يظهر في مواقع ذات صله في الشبكه الخاصه بجوجل زي يوتيوب مثلا او الجيميل او مواقع كتير بقى من المشتركين في نظام الادسنس، ودول مئات الالاف من المواقع من حول العالم كله، ودي اللي اسمها سيرش نتورك وذ ديسبلاي سيلكت. وبعدين في عندنا السيرش نتورك اونلي، ان انا اظهر بس في الاعلانات بتاعه في نتائج البحث اللي هو المثال اللي احنا شفناه، فدي طبعا هي افضل حاجه بتقدمها جوجل. وبعدين ان انا اعمل ديسبلاي نتورك اونلي، ان انا اعمل اعلان يظهر بس في المواقع ذات الصله. تمام، فاحنا هنختار السيرش نتورك اونلي لان هي دي اللي احنا بننصح باستخدامها في البدايه. الديسبلاي مهمه ومفيده وفي شركات كتيره بتستخدمها وممكن نعمل لها فيديو تاني لوحده، بس لو انت بتدور على مبيعات و ROI او Return on Investment، يعني بتدور على مردود جيد للانفستمنت او الاستثمار اللي انت بتعمله في حملة الدعاية بتاعتك في جوجل ادورد، فابدأ بالسيرش نتورك بدون شك. سيرش نتورك اونلي، ما تحطش الديسبلاي. بعد كده عندنا كامبين نيم، فاحنا هنا هنختار اسم لحملة الدعاية دي، فاحنا مثلا ممكن نسميها باسم الموقع على سبيل المثال. تمام، ونعمل الكامبين. في عندنا هنا ستاندرد وأول فيتشرز. تمام، فأنا بختار عادة الأول فيتشرز. تمام، عشان بيكون فيها كل الخصائص بتاعة الإعلان. وممكن برضو نختار الستاندرد زي ما تحب، الستاندرد هتلاقيها أبسط. خلينا نعمل في المثال ده على الستاندرد. بعد كده بنكمل هنا عندك فيه بيقول لك ان هل بتحب ان الاعلان بتاعك يظهر في جوجل سيرش نتورك. سيرش نتورك دي مواقع تانية مشتركين في الادسنس وبيحطوا البار بتاع البحث بتاع جوجل داخل الموقع بتاعهم ويتم البحث عليه. انا ما بنصحش ان انت تفعل دي، فانا مش هختارها ومش هقول وهقول اني مش عايز الاعلان بتاعي يظهر فيها في النتائج دي،
وده لأسباب كتيرة ممكن نبقى نعرضها بعدين، بس أنا بفضل ده كده. أنت الإعلان بتاعك هيظهر في البحث بتاع جوجل، وهو ده اللي أنت عايزه، ما أنتش عايز يظهر في حاجات تانية وناس تانية تبتدي تجيلك زيارات مش مظبوطة أو مش هتفيدك في حاجة. تمام، بعد كده بنختار الدولة. تمام، فإحنا هنا هنختار الدولة اللي بيتسوق فيها الموقع دوت، فهي السعودية. بعد كده بيقول لي اختار اللغة، فهنختار العربي والانجليش. وبعد كده في عندي مانوال كوست بير كليك انهانسد والانهانسد كوست بير كليك. علم على الانهانسد كوست بير كليك دي، لان دي ببساطة ان جوجل بتعمل بعض العمليات على الاعلان بتاعك عشان تجيب لك اعلى نتيجة ممكنة من الميزانية بتاعتك، تحقق لك اكبر نتائج ممكن. فطبعا خليها متعلم عليها. تمام، واختار المانيوال كوست بير كليك زي ما احنا كده. وبعد كده هنحط الديفولت بيد او البيدز زي ما احنا قلنا بقى عليه، اللي هو الرقم اللي انت مستعد تدفعه علشان مقابل الكليك. الرقم دوت مش هو اللي انت هتدفعه بالفعل، في الغالب بتدفع رقم اقل منه، واحيانا كثير بيكون اقل منه بكتير. فانت بتحط رقم للمنافسه، ان انت عندك استعداد تدفع لحد كذا في الكليك. فاحنا مثلا ممكن نحط 5 هنا، دي بالجنيه المصري فتبقى 5 جنيه مثلا. تمام، وبعدين تيجي تحط البادجت او الديلي بادجت اللي هي الميزانيه بتاعتك اليوميه. وانا بنصح انك تبدا ب 10 دولار يوميا، فاللي هم بالجنيه المصري هيبقوا حوالي 150 جنيه. فانا بنصح ان انت تبدا ب 10 دولار يوميا، ما تعملش رقم اكبر من ده بكتير، وما تعملش رقم اقل من ده بكتير. 10 دولار ده ميزانيه جيده للبدايه عشان تقدر تجرب، وبالتدريج تقدر تعلي البادجت بتاعتك حسب الحاجه. في بعض الحاجات هنا اللوكيشن، وان انا احط لينكس، الحاجات دي مهمه ومن الافضل ومن الجيد انك تعملها. تمام، فانا هختار منها حاجه واحده اللي هي مثلا، عشان بس نشوف المثال، الكول. انا لو اخترت الكول دي معنى كده ان انا بضيف رقم تليفون وبيظهر في الاعلان، في نتيجه الاعلان بتاعي. ولو حد بيدور من الموبايل، لما مجرد ما بيضغط على زرار الكول بيقدر يتصل بيه. فدي مثلا حاجه من الحاجات اللي ممكن تضيف. تمام، فلو انت اونلاين ستور وعندك رقم تليفون، فطبعا انا انصحك انك تضيف الكول. تمام، بعد كده في مثلا اللوكيشن، انك بتحدد اللوكيشن، بتبتدي تحط لوكيشن مثلا بتاع موقع الستور بتاعك، مكان المتجر لو انت عندك المتجر الالكتروني ومتجر موجود بالفعل في مول مثلا او في شارع معين، بتبتدي تحط اللوكيشن بتاعه كمان ويظهر، وبعض الاشياء الاخرى. بس دول هم اهم حاجتين. في برضو السايت لينكس، دي مهمه ان انا ابدا احط الاعلان واحط فيه لينكس، احط روابط اخرى. يعني الاعلان ده مثلا لصفحه لقسم معين، بس انا هحط بعض الروابط الاخرى العامه. ده برضو حاجه من الحاجات الجيده اللي ممكن تعملها. انا مش هعمل حاجه دلوقتي عشان تبسيط بس الفكره، وان الاعلان بتاعنا يكون بسيط. طيب، هنا بيقول لك ايه، عايزين تحط اللاندنج بيج او الصفحه اللي انت بتعلن عنها. تمام، فطبعا كتير من الناس هيبدا يعمل على طول، هيفكر ان هي الصفحه، ان هو يحط الصفحه او الرابط الرئيسي بتاع المتجر بتاعه ويبدا يعمل الاعلان، وده غلط جدا. الصح انك كل ما الاعلان بتاعك كان تارجتد، كل ما كانت هتكون نتائجه اكبر. يعني ايه؟ يعني حدد، اقعد ضيق الدنيا واحده واحده لغايه لما توصل لصفحات بسيطة ما فيهاش حاجات كتير، بحيث ان الاعلان بتاعك يكون قوي. فانا مثلا في المثال ده، وده اللي بنصح بيه في لاي حد بيعمل اعلانات لموقع لمتجر الكتروني بالذات. تمام، انك اعمل اعلانات عن الاقسام. يعني انا مثلا هبدأ بقسم الاغطية، ده اغطية الموبايلات اللي هو هنا في اجهزة ذكية ملحقات واكسسوارات، وليكن مثلا ده ده كده قسم الملحقات والاكسسوارات بتاع الاجهزه الذكيه على سبيل المثال. تمام، فانا لما هعمل الاعلان هعمل عن ده، او هعمل عن ده، عن الاغطيه ده افضل. تمام، والقسم الثاني دوت انا ممكن اقسمه لقسمين وهكذا. الهدف انك خلي الصفحه دي فيها حاجه محدده، حاجات محدده جدا، بحيث فاكرين الكواليتي سكور اللي حكينا عنها، عشان اقدر اخلي في كلمه معينه في الاعلان
متسقة مع الكلمات الدلالية اللي أنا هستهدفها، ومتسقة كمان مع المحتوى اللي موجود في الصفحة اللي هيروح عليها العميل. فلازم أراعي الثلاث حاجات دول عشان يبقى كواليتي سكور عالي، وعشان كمان العميل اللي كاتب على السيرش غطاء ايفون مثلا، تمام، في جوجل، تمام، لما يدخل يلاقي أغطية الايفون مباشرة كده في فرصة ان هو يشتري، لكن لما يدخل يلاقي الموقع احتمالية ان هو يدور جوه ضعيفة. الافضل هو انه يلاقي على طول اللي هو بيدور عليه، صح ولا ايه؟ بس فعشان كده احنا هنعملها كده. فانا كده جبت الصفحة دي، فده كده الرابط اللي انا هستخدمه في الاعلان، خدته كوبي من فوق وهضيفه هنا. وهنلاقي بقى ان هنا جوجل كمان بيعمل بعض الحاجات، ان هو احيانا بيطلع لي افكار عن الاعلان بتاعي ده، يعني بيطلع يختار كيوردز او حاجات زي كده، تمام. فاحنا هنا هو ما طلعش نتائج، تمام، فاحنا هنضيفها بنفسنا. في بعض الاحيان بيطلع، وفي بعض الاحيان ممكن ما يطلعش نتائج، ما تفرقش كتير معانا، تمام. بعد ما بتران، بعد ما الحملة الدعائية بتاعتك بتبدأ اصلا بالفعل، جوجل بيبدأ يبعت لك مقترحات كتير جدا. طيب في بقى عندنا حاجة اسمها اد جروب، دي اول جزء برضو محتاجين نوضحه، شكل الاستراكشر بتاع الكامبين بتاع جوجل، وهنبقى برضو نغطيه تاني، تمام. عندك بيبقى في الاول في كامبين، الكامبين دي هي الحملة الدعائية نفسها، تمام. الكامبين دي بيبقى تحتيها اد جروبس، او مجموعة اعلان، او مجموعة اعلانات، اللي هي احنا مثلا دلوقتي هنعمل مجموعة اعلانات عن أغطية الآيفون في الموقع ده، يعني نعمل مجموعة من الإعلانات عن أغطية الآيفون، بعد كده هنعمل مثلا مجموعة إعلانات عن الملحقات، عن سوري مثلا أسلاك الهواتف، الكونكتورز بتاعة الهواتف، تمام. وبعد كده هنعمل أد جروب تاني عن شواحن وبطاريات وهكذا، تمام. فدي الأد جروب اللي هي مجموعة من مجموعة الإعلانات، اللي هي بتكون الصفحة المحددة مثلا اللي أنا هترجتها دي، فابتدي أعمل أد جروبس لكده. ما أحطش الكامبين وأعمل أد جروب واحدة أحط فيها كل الحاجات دي، ما ينفعش. لازم الأد جروب، مش ما ينفعش تقنيا، ينفع لو عملتها جوجل مش هيقولك لأ، بس كده الإعلان بتاعك مش هيشتغل كويس. فعشان كده قسم الدنيا واحدة واحدة. ده مش بس كده، كمان احنا كمان أنا هقولك إنك كمان لازم تعمل اد جروب لبعض المنتجات اللي بعينها، يعني تعمل اعلان لصفحه فيها منتج واحد بس، فاهم، وتختار كلمات بحث. يعني مثلا وليكن ده غطاء للايفون، فانا ممكن اعمل اعلان للمنتج ده بس، اد جروب للمنتج ده بس، صفحه بتودي على المنتج ده فقط، وهكذا. طيب فاحنا عملنا الـ هنعمل دلوقتي الاد جروب وهنسميها، فعشان نسميها بشكل منظم بقى، فانا هسميها ايه اللي هي الاغطيه، فانا هسميها اغطيه بالعربي، اغطيه جوالات، طبعا ممكن اسميها بالعربي او الانجليزي زي ما انا عايز. هو بيراجع معايا هنا الميزانيه، وبعد كده بقى بيقول لي دخل الكلمات الدلاليه اللي انت عاوز تظهر فيها، تمام. هنبدأ بقى نشوف الكلمات الدلالية دي ونجيبها ازاي بأبسط طريقة. في طرق كتير، بس احنا هنبدأ بأبسط طريقة. فاحنا هنكتب كلمة غطاء ايفون على انها تبقى كلمة دلالية. سوري ما جاتش هنا مظبوطة. وبحطها هنا عشان جوجل يديني افكار عن الكلمات الدلاليه اللي ممكن احطها. فاحنا هنشوف الكلمات الدلاليه اللي ليها علاقه مباشره بالصفحه، يعني ما تحطش حاجه بعيده، تمام. يعني سوق كوم، جوالات، جوالات، لا مش ده اللي انا عايزه. اكسسوارات دي كلمه عامه. اتش تي سي، لا ده مش اللي انا عايزه. لكن جراب ايفون، اه طبعا، تمام. فدي نشوفها كده ونقول له وريني الثمانيه كيوردز دول، فنلاقي جراب ايفون 6 وجراب شاحن ايفون، و فمثلا جراب شاحن ايفون دي انا مش عايزها، جراب ايفون 6 الاصلي، جراب ايفون 6، جراب ذهبي، تمام. هو ده بالظبط اللي انا عايزه، فهقول له اد تو كامبين. وبكده بيبقى اضافها لي وعملها لي في اد جروب تانية وسماها هو جراب ايفون، تمام. انا ممكن امشي على الاقتراح بتاع جوجل، فانا في الحالة دي هروح لاغي دي ومكتفي بدي، وهضيف عليها كلمة اغطية ايفون، اغطية ايفون
وبكده ابقى انا كده عملت الكامبين. ابدا الكامبين الاد جروب الواحده المفروض تبدا ب 10 ل 20 كلمه، تمام؟ لا مش اقل من 10، وفي البدايه الافضل انك ما تزودش عن 20 كلمه دلاليه. فاحنا تقريبا دلوقتي عدينا ايه ال 10 كلمات، فكده ده كويس. طبعا تقدر تعمل تستمر في البحث وتبدا تشوف المقترحات الاخرى وتلاقي حاجات كتيره مناسبه وتقدر تضيفها. ففي مثلا كفر للايفون دي انا برضو ممكن اضيفها، وهكذا. تمام، زي ما احنا شايفين جوجل مقسم عشان نفهم فكره التقسيم. لما بضيف حاجه زي كده بيحطها لي في اد جروب تانية، يعني حتى بتاعت الكفرات، صفحه بتاعت كفرات الايفون هو بيفضل يعني عايزني اعملها في كذا اد جروب، وده برضو مش وحش. تمام، بس انا بشوف لو هي قريبه قوي فانا الافضل عشان الكامبين بتاعتي ما تبقاش معقده ان انا اخليهم في نفس الكامبين. فانا هاخد الكيوردز دي كده كوبي وهضيفها هنا وهمسح دي، وبكده انا عملت خلاص دي اول اد جروب. بعد كده بيجي بقى مرحله ايه، الاعلان بتاعي نفسه، الاعلان اللي هو النص اللي هيظهر في محرك البحث، وهو مدينا اهو المثال. طيب هنبدا الاول، هو بيقول لي اليو ار ال او الرابط، فانا هحط له الرابط دوت اللي هو بتاع الصفحه اللي احنا بنعلن عنها، وبعدين الهيدلاين او عنوان الاعلان. فانا مثلا طبعا ده ركز فيه وفكر فيه براحتك جدا، واكتب حاجه جذابه جدا. تمام، فانا هقول مثلا افضل كفرات ايفون السعوديه. طبعا احنا هنا ليميتد بعدد معين من الاحرف، تمام، فانا عشان كده ما اقدرش نكتب كلام كتير، وده مظبوط. فهو بيوريني هنا الشكل هيبقى عامل ازاي. بعد كده الاسعار، توصيل فوري لباب المنزل على سبيل المثال. طيب وبعدين هنيجي الباث ده ممكن ما تحطوش. بعدين بقى نيجي على الديسكريبشن اللي هو الجزء دوت. فانت هنا بتكتب وصف عام بقى عن الصفحة بتاعتك او المنتجات بتاعتك اللي انت بتعملها. فمثلا نقول ايه، المفروض طبعا انك بتشوف كده بعض المزايا اللي عندك. فانت عندك مثلا هنا مثلا نلاحظ ان في كفرات مميزه عليها رسومات واشكال وحاجات زي كده، فاحنا ممكن نقول كلمه عامه عن الكلام دوت. طبعا هي كده، انا عايز بس اضيف كلمة توصيل سريع. فانا هراجع بقى كده كفرات ايفون بجودة عالية. فبدل اللي تناسب احتياجاتك ممكن نقول اللي تناسبك، واسعار رائعة، توصيل مجاني. ده كده بقى شكل الاعلان، افضل كفرات ايفون. في هنا كده في خطأ في كلمة ايفون، ايفون في ايفون السعوديه، افضل اسعار، توصيل فوري لباب المنزل. وكده شفنا شكل الاعلان بتاعنا وعملنا الاعلان الاولاني. فبقول له كرييت الاد، في هنا حاجه داخله مش مظبوطه، فنراجع ونشوف. هنا في عندي زيادة في الأحرف، فاحنا كده ظبطناها ونقول له كرييت وعملنا الإعلان. طبعا في الأد جروب بقى دي بقى حاجة كويسة، أنا مش لازم أحط إعلان واحد، الإعلان النصي نفسه لنفس الصفحة مش لازم يكون إعلان واحد، بل بالعكس الأفضل يكون أكتر من إعلان. فأنت المفروض تفكر في كذا فكرة
وكذا رسالة هتقولها في الإعلانات بتاعتك، وتعمل أكتر من إعلان لنفس الكلمات الدلالية في نفس الأد جروب دي لنفس الصفحة، بحيث إن أفضل إعلان منهم جوجل هيظهروا أكتر. الإعلان الأفضل بمعنى الإعلان اللي جوجل هيلاحظ إن ده بيستقبل كليكس أو كبسات أو ضغطات عليه أكتر من غيره، بيظهر بشكل أكتر من الإعلانات التانية. فاعمل فاريشن أو تنوع في الإعلانات بتاعتك بإنك تحط أكتر من إعلان. بس عشان الوقت مش هنحط هنا أكتر من إعلان، إحنا وصلنا الفكرة. فده كده الإعلان الأولاني، وبعدين كده هقول له سيف أند فينش. يبقى أنا كده عملت إيه؟ الحملة الدعائية بتاعة الكفرات الآيفون للموقع بتاعي، وهكذا. أبدأ بقى دلوقتي أضيف، أنا عملت خلاص الكامبين، أقدر أضيف أد جروب وأبتدي أحط كلمات دلالية أخرى وأختار صفحات أخرى ومنتجات أخرى في موقعي علشان أعمل عنها الإعلان. كل ده اللي احنا بنحكيه ده كله، مهما زودت الاد جروبس او الاعلانات، البادجت بتاعتك خلاص انت حددتها انها رقم معين، تمام؟ فانت مش بتغير البادجت. يعني الكامبين دي انت مهما زودت الاعلانات انت خلاص كده ما بتزودش البادجت. طبعا لو انت زودت الكي ووردز جدا، والكي ووردز هي اكتر حاجه، اكتر عامل هيأثر في ده، هتلاقي جوجل بيقول لك ان انت ممكن تزود البادجت فتحصل على زيارات اكتر، تمام؟ لكن ده مش هيزود، يعني مش هيعمل زود التكلفة. فانت ضيف اعلانات بنفس البادجت دي زي ما انت عاوز لكل الصفحات وكل المنتجات اللي عندك في الموقع. يعني ما تسيبش ولا صفحة فيها منتج وفيها حاجة كويسة عندك الا وتعمل عنها اعلان. بعد ما تعمل عن كل الاقسام، ومش بتكلم هنا كمان على الاقسام الرئيسية، انت بتعمل عن الاقسام الفرعية او فرعية الفرعية، يعني خليك في اضيق الخيارات بحيث الاعلان بتاعك يكون مؤثر. وكمان بعد ما تعمل ده، نقي بعض اهم المنتجات عندك واعمل عنها اعلان لوحده، يعني اعمل لها اد جروب لوحدها اهم المنتجات عندك او الحاجات اللي فيها عروض او المميزه. وبعد ما بتشغل الكامبين بتفضل بقى تتابعها وتحسن فيها بشكل مستمر. دي عمليه لا نهائيه بقى، المفروض تقعد شغال فيها على طول، تمام؟ وده بيتم من خلال بقى جوجل ادوردز، انها بيشرح لك، بتلاقي بقى هنا بعض المعلومات اللي ممكن نعدي عليها عشان نقدر نفهمها. هنلاقي مثلا عندك هنا الافرج كوست بير كليك، الاي في جي اللي هي دي اللي هي متوسط التكلفه اللي انت بتدفعها على كل كليكايه، يعني كل ما مره حد بيدوس على الاعلان بتاعك بتدفع كام. ده الكوست او اجمالي اللي انت دفعته حتى الان في الاد جروب دي، تمام؟ هنا الكونفرجن ده لو انت بس، ده بيحتاج عمليه ربط كده بالمتجر، وعمليه بسيطه مش صعبه، ممكن برضو نبقى نغطيها في احد الفيديوهات. بس ده بيحسب عدد بقى مرات الشراء اللي تمت من، على لو احنا بنتكلم على متجر الكتروني مثلا، تمام؟ فبتقدر من خلاله تعرف مرات الشراء اللي تمت من خلال الاعلان بتاعك ده، تمام؟ وبيحسب لك كمان تكلفه كل مره شراء كانت بكام، وبعض المعلومات الاخرى، تمام؟ وهنا طبعا دي معلومه مهمه، اللي هو ديفولت ماكسيمم كوست بير كليك، اللي هو البيدنج اللي احنا حطيناه، اللي احنا قلنا عليه في الاول وحطيناه، فهو موضحه لك هنا، وتقدر في اي وقت تعدله بالضغط هنا لما تحس انك محتاج تعدله. بعد اول ما تبدا الكامبين تبتدي تتابع النتائج بشكل يومي، وكل اسبوع تشوف ايه اللي ممكن تحسنه. ممكن تشوف ان اللي ممكن تحسنه هو الصفحه نفسها، او انك محتاج ان الاعلانات فيها اقبال وتم حصل وحصل بعض المبيعات، فانا كده المفروض ازود البادجت، ازود الميزانيه بتاعت الحمله، او ان الاعلانات بتاعتي ما بتظهرش بشكل جيد، فانا كده لازم ابتدي اركز في ان انا احسن الكواليتي سكور اللي اتكلمنا عنه، واني ارفع البيدنج. انا عارف ان جوجل ادوردز يعني قد تبدو معقده والمعلومات بتاعتها كتيره، وهي من اصعب المنصات الاعلانيه على الاطلاق، لكن هي برضو من افضلها. فانت ابدا، انا حاولت ابسط الموضوع لاقصى درجه ممكنه، وان شاء الله يكون اللي احنا قلناه ده كافي لانك تبدا، ومع الوقت هتبدا تفهم الحاجات دي. واسالنا وشوف على الانترنت، هتلاقي ناس كتير بتتكلم برضو غيرنا، هتلاقي معلومات كتير. ابدا، وهي الخطوه الاولى هي انك تبدا، وبالتوفيق. وما تنسوش تسالونا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، وما تنسوش برضو تزوروا موقعنا expandcart.com علشان لو حابب تعمل تبدا التجاره الالكترونيه وتعمل متجرك الالكتروني. ف expandcart.com هي ان شاء الله المنصه الافضل اللي باذن الله تقدر من خلالها تحقق احلامك في عالم التجاره الالكترونيه، عشان لما فيها من مزايا وخصائص كتير جدا. وطبعا بتوفر حساب تجريبي مجاني 15 يوم، فأنا
يا ريت لو تشرفونا بفتح الحساب التجريبي. شكرا، ونشوفكم فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.